بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 81 بعد 300. نتناول آيات من سورة العنكبوت. يقول تعالى في سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وزي ما بقول لحضرتك أن السورة دي أول ما بتسمعها يعني تترعب، تقول يا رب خفف عنا البلاء. ليه؟ لأنه اللي بيقرأ في القرآن بيقرأ المصحف من أول الفاتحة وسورة البقرة وآل عمران والنساء لغاية ما يخلص قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وبعدين يقرأ تاني. المفروض أن أنت بتخلص القرآن مرة كل شهر، كل يوم جزء، فبتخلص القرآن في 30 يوم، فبتعدي عليك سورة الإيه؟ سورة العنكبوت في الجزء الإيه؟ في الجزء العشرين، فبتعدي عليها وتقول لك بقى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة بلاء، وممكن البلاء يكون بلاء بسيط خفيف، واحد اتخبط في رجله، عنده شوية صداع، عنده شوية زكام، بطنه بتوجعه، وممكن البلاء يبقى أكبر من كده. دايما المؤمن يدعي ربنا: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك لطفي، يا رب خفف عنا، اللهم خفف عنا البلاء. فربنا بيقول في سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فاكرين هم يقولوا أن احنا آمنا ومفيش بلاء؟ لا، في بلاء. يعني مثلا واحد يقول لك ايه، طب انا بطلع زكاة مالي ومعقولة تسرق؟ يعني معقول حد يسرقني وانا بطلع زكاة مالي؟ يعني مفروض ان انا مثلا بطلع زكاة مالي يحفظ؟ لا، تبتلى. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ربنا هيبتليك عشان يشوفك انت صادق ولا لا. لازم امتحان؟ لازم امتحان. الطلبة كلها شاطرة بس لازم امتحان عشان يشوف مين اشطر. طلبة الثانوية العامة كلهم عايزين يخش كلية طب وهندسة، ما لازم نعمل امتحان عشان نشوف مين يقدر يخش ومين ما يقدرش. لازم امتحان. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون؟ ولا الناس فاكرة بقى أن هم بيعملوا السيئات ويعملوا الأباطيل والمعاصي، فاكرين أن هم بقى أحسن ناس وأقوى؟ لا، ده ربنا بيمدهم بس كده. اوعى تنخدع بأهل الباطل وتفتكر أن أهل الباطل هم الأقوى وهم الأغنى وهم اللي لهم الكلمة وهم اللي يدوسوا على أهل الحق بالجزمة. لا، مش كده، ده بلاء. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون؟ لا، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله، اللي بيعمل حساب لربنا وللقاء الله. والمفروض أن أنا دايما في كل فعل وقول أتقي الله للقاء الله. والمفروض أن أنا لما بقرأ القرآن بقرأه للقاء الله، ولما بصلي بصلي عشان لقاء الله، ولما بطلع الشغل بتاعي بشتغل عشان خاطر أرض ربنا للآخرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وسفري وجوازي وتشجيعي وانتخاب كله لله، أنا بعمل ده لله وللدار الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. إذن أنا أسعى في سعي الدنيا ولكن للآخرة، حسنات عند الله عز وجل. عشان كده دايما أكسر الموت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ودايما المؤمن يحب يذكر الموت دايما: يا جماعة أنا راحل، يا جماعة أنا بستعد، عامل حساباتي ومطلع زكاة مالي أول بأول عشان لما أموت أبقى نضيف، يا جماعة أنا مش هحط اللي ورايا في دوشة، أنا كاتب مذكراتي وحاطط كل حاجة، إن شاء الله لما أموت مش هحطكم في عكة. في بعض الناس عندها شركات وعندها ديون وعندها مش عارف إيه ومدخلة حاجات في البورصة، هو أول ما يموت يحط اللي وراه في عكة، أولاده يضربوا دماغهم في الحيط. ولاده يضربوا دماغهم في الحيط ليه؟ ابوه ما عرفش هو بيعمل ايه بالظبط. في ناس عايشه كده مشبكه نفسها 100,000 شبكه، والاخر ما تعرفش العيال في دوامه، سالف من ده واخد من ده ومدي لده. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه، ان الله لغني عن العالمين. اللي بيجاهد في سبيل الله واضح، ما حدش بيخبي قوي الا انسان بيعمل حاجه غلط. يعني مثلا المفروض ان الزوجه قبل ما تخرج بتقول لزوجها: انا رايحه في كذا، رايحه المكان الفلاني، هروح الساعه كذا وارجع الساعه كذا. الزوجه الصالحه بتقول لجوزها: الاولاد الصالحين قبل ما يخرجوا احنا رايحين الساعه كذا، هنخرج الساعه كذا، نروح الحته الفلانيه ونرجع الساعه كذا. دي الناس المحترمه. والاب المحترم كده برضو، الاب المحترم: انا خارج الساعه كذا ورايح الساعه كذا وجاي الساعه كذا ومصاري كذا. مين بقى اللي مش عاوز حد يعرف عنه حاجه؟ انت رايح فين؟ انت مالك؟ وانا حر، وانا اللي مش لازم يعمل حاجه غلط.
ليه؟ لأن أنا أب. طب افرض مت في أي حتة، اللي ورايا يجيبوا جثتي منين؟ يعرفوا أنا كنت فين؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وربنا ما بيضيعش تعب حد. ودايماً الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما فيش إيمان من غير عمل. اعملوا آل داود شكراً. لو بتحب ربنا اشتغل. وكان سيدنا داود بيشتغل حداد رغم أنه ملك ونبي وعنده خزائن الأرض وعنده، كان بيشتغل حداد وعلمناه صنعة لبوس بيصنع درع الحرب. اعملوا آل داود شكراً. اللي بيحب ربنا يشتغل. ما بعث الله من نبي إلا كانت له حرفة، وإن الله يحب عبده المحتوى، يحب عبده له صنعة. العبد اللي له صنعة ربنا بيحبه. شباب كتير قوي أكتر من 10 مليون عاطل في دولة واحدة ما معهمش صنعة. يقول لك أنا متخرج من كلية تجارة، خرج من كلية حقوق، خرج من كلية مش عارف أداب، وأنا ما في إيدوش حاجة، وشوية العلوم اللي درسها في الكلية نسيها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، بالعمل تكفر الذنوب، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وتنتقل الآيات في سورة العنكبوت إلى الوصية بالوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، دايما كده تحسن إلى والديك. كل آيات القرآن تدعوك إلى أن تحسن لوالديك وتبرهما. طب افرض إن هما كانوا مشركين، أب بيدخن بيشرب مخدرات، أب فاسد، ها، وأم يعني مش راضية تهتدي. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. خو روح اشتري لي مخدرات، لا آسف. هنتعامل بالربا، لا آسف، الربا حرام. روح نعمل مش عارف صفقة ايه كده، ما دام في حاجة حرام فلا تطعهما. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ربنا بيقول كده في القرآن. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، في البر، في الحج، في العمرة، في الصدقات، في قراءة القرآن، في الصلاة، في عمل فيه خير. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. قالوا بقى كده نعمل حاجة غلط، نسرق، نشرب مخدرات، نزني، نعمل، لا لا لا، فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ودايما كده ربنا سبحانه وتعالى بيوفق الصالح في الصالح. لما تعمل خير توفق للخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل ما تعمل خير أكتر وتقرأ قرآن أكتر توفق للخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. تجد ربنا كده. وحتى لما تروح بلد، أما تروح بلد تجد الصالح يبحث عن الصالح والفاسد يبحث عن الفاسد، والطيور على أشكالها تقع. خلي بالك، يعني في بعض الناس يروحوا يشتغلوا مثلا في السعودية، الصالحون يقول لك يا سلام، في ناس أتقياء يختمون القرآن ويتصدقون، يا السعودية مليانة خير. وفي ناس فاسدة والعياذ بالله راح تشتغل في السعودية، يا يقول لك ده الناس هناك بيتفرجوا على أفلام جنسية، وفي بعضهم بيشرب خمر ومخدرات، ده مليانين قبائح. يبقى الصالح يبحث عن الصالح والفاسد يبحث عن الفاسد، والطيور على أشكالها تقع. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله. فهذا لك أنا مؤمن بالله، وأول ضربة خلاص يسلم. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. المؤمنون يفتنون، نعم. يقتلون، نعم. المؤمنون يعذبون، نعم. بس هتصبر ولا لا؟ عشان كده ربنا بيقول ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. يا لما يجي النصر بقى، ما هو هل ربنا سبحانه وتعالى بيحبس المؤمنين ويضربهم ويعذبهم على طول، ولا فترة ويكرمهم؟ فترة ويكرمهم. لأن ربنا لما بيبتلي عبده ببلاء بعد شوية بيطبطب عليه. والله العظيم ربنا ابتلاني ببلاء، ربنا بعد شوية بيطبطب عليه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لازم تتوقع هذا. ربنا ما بيبتليش ناس على طول على طول، مش كله ضرب ضرب ضرب، مش كله ضرب ضرب، لا، ربنا بيطبطب عليه برضه. أنا ابتليت ببلاء فصبرت، ربنا بيطبطب علي. توقع هذا، بس تصبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. لازم يكون في بلاء ويشوف مين الصابر، والصابر ده حيمكن. ولما يمكن الذي لم يبتلوا لك، يا ريتني كنت معاهم، دبتلوا وعذبوا وتعذبوا واتحبسوا، بس ربنا يطبطب عليهم ويعليهم وحيمكنهم. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه.
ونجعلهم الوارثين. وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.